لأول مرة أصال نصري برفقة طليقها أيمن الذهبي في صورة عائلية تجمعها بزوجته وأبنائها. أهلا بكم. انتشرت صورة عائلية وصفها الجمهور بالمفاجأة غير المتوقعة، جمعت كل من الفنانة أصالة نصري بطليقها أيمن الذهبي وزوجته وابنة زوجته مع ابنيها منه هشام وخالد الذهبي، بالإضافة لابني طارق العريان التوأم آدم وعلي. وعبرت الفنانة أصالة عن التصالح النفسي مع الحياة، حيث جمعت أفراد أسرتها جميعا في مناسبة واحدة. الفنانة السورية أصالة نصري مع زوجها السابق أيمن الذهبي وأبنائهما. وقد نشرت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة تلك الصورة التي جمعتها بعائلتها عبر حسابها في إنستغرام، وسبب إطلاق الجمهور ذلك الوصف على الصورة هو أنها جمعت كل من أصالة نصري بطليقها ووالد ولديها أيمن الذهبي، وكذلك جمعت شام وخالد وشقيقهما التوأم من والدتهما، إضافة إلى شقيقتهما من والدهما التي كانت تحملها أصالة بنفسها، وهو الأمر الذي شكل مفاجأة كبيرة للكثيرين. بالإضافة إلى أن هذا التجمع الأسري يأتي بعد سنوات من الاتهامات المتبادلة بين النجمة السورية وطليقها. وقد علقت شام الذهبي عند نشرها للصورة قائلة Family is everything، أي العائلة هي كل شيء، حيث تضمن هذا التجمع العائلي العديد من النشاطات. إذ لم تكتفي شام بالصورة التي نشرتها، بل قامت أيضا بنشر عدد من مقاطع الفيديو عبر خاصية الستوري على حسابها في إنستغرام. ظهرت في إحداها وهي تحتضن شقيقتها أنجيلا وتقول يوم عائلي ما في كلام. كما قامت شام الذهبي أيضا بنشر مقاطع فيديو أظهرت سفرة الطعام التي تم إعدادها خصيصا لهذه المناسبة، والتي قامت بتحضيرها جدتها والدة أبيها، والتي تكونت من أطباق إيرانية نظرا لأن أصول الجدة من هناك حسب ما ذكرت شام. فيما يسمع صوت أصالة وهي تقول عن إحدى تلك الأطعمة بأنها تفضلها كثيرا. هذا وحظيت الصورة بالكثير من تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، التي جاء في إحداها ما أجمل التصالح والتسامح والتعايش. فيما تكهن البعض منهم بأن الفنانة السورية أصالة وزوجها الأول ربما في طريقهما للعودة سويا من جديد، حيث علقت متابعة قائلة طليقها وزوجته وابنته وأصالة وأولادها من طليقها كلهم سوا شهد التصالح مع النفس وتقبل الآخر والنفسية الطيبة. ليضيف متابع آخر منهم بأن هذه الصورة من الممكن أن يتم بها اختتام عام 2020. وكان من بين المعلقين على الصورة الفنانة المغربية بسمة بوسيل زوجة الفنان المصري تامر حسني، حيث علقت بقولها ما شاء الله. يشار إلى أن الفنانة السورية أصالة نصري انفصلت في يناير عام 2020 بشكل رسمي عن زوجها المخرج طارق العريان بعد زواج دام 14 عاما، وأنجبت خلالها توأما هما آدم وعلي. إلى جانب شام وخالد من المنتج ورجل الأعمال أيمن الذهبي الذي انفصلت عنه في عام 2005. جدير بالذكر أن أيمن الذهبي كان قد صرح في وقت سابق عن العلاقة التي تجمعه بأصالة قائلا أحلى شيء بيربطنا ببعض هم أولادنا، وتابع قائلا دول أغلى شيء عندنا وده الشيء المشترك بيني وبينها، وأنا بدين بالشكر لأصالة على تربية أولادي وقدرة تربيهم صح وهي أم حنونة، وأنا ممنون لها ولأولادي. وعند حديث المنتج أيمن الذهبي عن ذكرياته مع أصالة لم يستطع تمالك دموعه وقال باكيا بأن ذكريات فظيعة وحلوة كثير، مرحلة بحياتنا كانت كلها تعب ونجاح.
وتابع أيمن، لا يمكن أنسى الأماكن اللي بتذكرني فيها، ومحطات بتذكرنا بمواقف حلوة أو مبكية أو مضحكة، ولا يمكن يتنسى العشرة. مشيرا إلى أنه سيساعد أصالة لو طلبت منه الوقوف إلى جانبها، سواء على المستوى الفني أو الشخصي. ومؤخرا انتشر فيديو نادر لأصالة من حفل زفافها على زوجها الأول أيمن الذهبي، حيث ظهرت بملامح بريئة وقبل شهرتها، حيث كانت تحيي بعض الحفلات ما بين سوريا وليبيا وقبل صدور حتى ألبومها الأول. وقد ظهرت أصالة بملامح مختلفة في هذا الفيديو النادر الذي يعود عمره لعام 91، أي من أكثر من 29 عام، من حفل زفافها على زوجها الأول أيمن الذهبي. وفي فيديو آخر والعروسان يجلسان على مسرح العرس بجانب بعضهما، سألت المذيعة كل منهما عن أهم الصفات التي جعلت كل منهما يرتبطان ببعضهما، حيث بادرت المذيعة أيمن الذهبي أولا بسؤاله عن أبرز 3 صفات جعلته يرتبط بأصالة، فأجابها: الطيبة والقلب الصافي والحب والدفء. ثم عاجلته بصفة سيئة فيها فقال لها: العصبية الزائدة. ثم سألت المذيعة أصالة عن صفات أعجبتها في أيمن الذهبي فقالت: حبه لها، ولم ترد على صفات سيئة له. ثم سألت المذيعة أصالة عن حبها للأطفال وعدد أطفالها الذي ستنجبهم فقالت: أحب الأطفال كثيرا وأود إنجاب 2 فقط. ثم تسأل المذيعة أيمن الذهبي عن عدد الأطفال الذي ينتظر إنجابهم منها فقال: أريد الولد أن يشبهها، فإذا رزقني بالأولاد أريد 12 صبيا وفتاة. الفنانة السورية أصالة مع ابنيها خالد وشام وهم أطفال. الفنانة أصالة مع أبنائها آدم وعلي وشام. آدم وعلي أبناء الفنانة أصالة نصري والمخرج طارق العريان. الفنانة السورية أصالة وطليقها طارق العريان. الفنانة أصالة مع ابن طليقها أيمن الذهبي.